لولا السيد محمد الصدر قدست نفسه الزكية، لولا شهادته المباركة لما سقط صدام نهائيا عن ولم يذهب عن العراق بالمطلق، يعني إلا أن يوافيه الله. لكن كمعارضة بغير اتجاه محمد الصدر يبقى صدام ثابتا. عندما نقول كان السيد الشهيد سببا رئيسيا ومباشرا بالقضاء على صدام أو تغيير صدام، لأنه المنحة الذي شعر من خلاله تحرك السيد الشهيد، هو المنحة الذي شعر من خلاله القوى الطاغوتية كالأمريكان أو إسرائيل أو من لف لفهم بأن صدام أصبح غير قادرا على مواجهة المد الإصلاحي المتمثل بالسيد الشهيد محمد الصدر. فاعتبرت يعني كأنما محمد الصدر قد باغتهم وأخذ هذا الدور، استغلوا هذه الفرصة فاغتالوه قدس سره الشريف. بعد اغتياله قرروا تغيير صدام. لماذا؟ خوفا، لأنهم أهل احتمالات، عندهم عدة ملفات لمواجهة أي خطر مفاجئ أو أي حدث مفاجئ. عندما تفاجؤوا بخروج السيد محمد الصدر قدس سره وحركته الإصلاحية الناجحة والمباغتة، أخذوا عهدا على أنفسهم أن لا تتكرر مثل هذه التجربة. ما دام وجد شخص مثل محمد الصدر قدس سره الشريف قد واجه وباغة صدام وسلب البساط من تحت قدميه وشكل سلطة داخل سلطة في غفلة من الزمن، لن يعني شكل هذا لهم ماذا؟ يعني أعطى لهم واقعا عمليا بأن صدام قد أصبح لا يستطيع مسايرة مثل هكذا مد إصلاحي، وأصبح عليهم أن يتواجدوا هم في المنطقة، هم الوحيدون الذين يتمكنوا بحساباتهم من مواجهة أي مدد إصلاحي قادم. ولذلك تجد ماذا؟ من الذي يعني بعد سيد الشهيد عندما دخل الاحتلال ظنا منه أنه سيحكم قبضته على المجتمع العراقي، ظهر مصلح آخر امتداد للسيد الشهيد وهو الزعيم الوطني السيد مقتدى الصدر.